مجالسنا إلى البحرين عبارة عن دروس متعددة وثقافات مختلفة. اليوم في لبسيتين في مجلس خليفة بن علي بن جاسم، تفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا ابو خليفه. وانت طيب الله يسلمك ابو خليفه. هل الجيل هاي رواد المجالس؟ والله احنا نشوفه صراحه ما شاء الله الجيل الحاضر يعني يحضرون المجالس وما شاء الله يعني مو بغريبه لانهم يتربوا على المجالس. نشوف ان حتى جيل الشباب اليوم قاعدين يحاولون يتواصلون مع المجالس الرمضانيه، المجالس العائليه، ويونا ما شاء الله يعني مختلف الشرايح، يعني مثل ما تربينا احنا على يعني مع اجدادنا وابائنا في المجالس، تعلمنا سلوم الرجال وشلون نستقبل الناس، والحين لازم بعد الشباب ياخذون هذه الطبايع. وما هو غريب على اهل البحرين، البحرين كلها نسيج اجتماعي واحد ومجتمع مترابط الحمد لله. يعني اخوي بلوز، هل تتوقع الاجيال القادمه تحافظ على مجالسهم وتواجدهم فيها؟ والله يا اخي هذه واجب على الاباء قبل ما يكون على الابناء، ان ياخذون عيالهم ويجون ميالس، لان هذه عوائل اهل البحرين. حتى احنا في منطقه المحرق يعني والبسيتين ميالس مفتوحه وتزاور مع بعض، واحنا في الاصل مثل ما احنا مجلس اليوم مجلس العم رحمه الله عليه الوالد خليفه بن جاسم وعياله، يعني نتواصل معهم رحمه الله عليه، كان ابونا وكان يعني قدوه كبيره لنا في منطقه البسيتين يعني. واتمنى طبعا الجيل الان الجديد يعني ممكن مو عنده رغبه يروح ميالس، لكن هاي بعد واجب علينا احنا نحثهم. عمي براشد، ابي رساله اللي فاتحين مجالسهم في رمضان، وش بدك تقول لهم؟ والله هذه مبادره زينه وطيبه صراحه من الاباء اللي يعلمون ابنائهم على فتح المجالس والزيارات، واجب علينا. وتربى الجيل اللي توه صاعد يعني علشان يشوف اجداده واباء فتحوا هالميالس فيتطبع مثلهم. فنتمنى من هاي الشباب ان عباره يورون بشيء زين. اخوي ابو عيسى، شلون ممكن نخدم مجتمعنا وديننا من خلال تواجدنا في المجالس؟ اول شيء نرحب فيكم ويا مرحبا ومسهلا في مجلس العام خليفه بن جوزم الله يرحمه. واحنا قدوتنا النبي عليه الصلاه والسلام وصى اللي هو صله الارحام والاحسان للجار والجيران، ومن خلال احنا ممكن نتواصل على الحق، نتواصل على الصبر، ونعين بعض على الطاعة، ويعني ونتعاون على الخير وعلى البر. وهذه عادة يعني سنوية عندنا الحمد لله رب العالمين. الله يعودنا ويعيدكم عليه كل سنة، وإن شاء الله مع صوتكم من عواده. Ramadan Kareem to everybody. It's a pleasure to be in this wonderful majlis with the Bin Jasim family at this special time of year. It's just an honour to be part of this event. It's lovely. Thank you. السلام عليكم. ذي مجلس البن جاسم مفتوح في كل رمضان، مبارك عليكم الشهر.